بسمة، بسمة أشرف النهاردة هتعمل لنا اختراع. مش بس هتعمل اختراع، لك كمان هي هتهدي حاجة هنوريك دلوقتي على الهوا. الحقيقة أنا اتخضيت من اسم الحاجة دي لأن كده الحلقة كلها راحت، بس ماشي. اسمها هتهدي حاجة اسمها باكج العروسة. قبل ما نشوف ايه هي باكج العروسة، وقبل ما نحط التليفونات، أول نقول لها منورانا يا بسمة. مبسوطة قوي ان انا معاكي يا رب. منورة الدنيا كلها بجد. البراند بتاعنا اسمه بسمة ناتشورال برودكتس، او بسمة المنتجات الطبيعية، صح كده؟ صح. بسمة هتعملي ايه النهارده للستات على الهوا؟ نظبط بيه اللون ونشيل الشعر الابيض. وانت احكي بقى. اوكي، النهارده هندلع الشعر. هندلع الشعر بالظبط. دلعي يا وقت. هنعمله حاجة طبيعية وفي نفس الوقت هنستغنى عن الصبغة، فاللي هنعمله ده مش هينفع للشعر المصبوغ، فدي اول حاجه. لو الشعر فيه صبغه هنحتاج ان احنا نستنى لما الصبغه تروح، وبعد كده نبدا ان احنا نستخدم الحنه. اللي صبغه تستنى قد ايه؟ شهرين ثلاثه. شهرين ثلاثه حسب طول الشعر. حلو. لان انت عارفه لما بيبقى طويل بيقعد مده اطول. حلو. وبعدين فالنهارده الخلطه دي علشان شعر ابيض حبيبتي، الناس اللي عندها شعر ابيض او هيطلع شعر ابيض جديد، الناس اللي شعرها بيقع، الناس اللي شعرها دهني قوي، فالوصفه دي بتوازي افراز الدهون في فروه الراس. فيها ايه الوصفه؟ فيها بصل وثوم وفيها كركديه وقرنفل ولا لورا. هتقولي لي ريحه البصل والثوم؟ لا، مفيش ريحه، لان احنا بنعمل ايه، بنقطع البصل زي ما هو، مش بناخد الميه بتاعته. وكمان حاجه ان الكركديه مع القرنفل مع ورق اللورا والروزماري بيضيع الريحه، بيديكي حاجه كده ريحتها يطلع احترام. يطلع لون شعرك. الوصفه دي هتطلع الدرجه دي بالظبط. يلا بالظبط. انا عاجبني لون شعرك اصلا، ما شاء الله اللهم بارك، هعمل. اتفضل. فالحنه هي اول حاجه اساسيه معانا. نتخيل ان الحنه دي عجينه بنشكلها زي ما احنا عاوزين، اللي هنحطه عليها هو اللي هيديني الفايده اللي انا محتاجاها. اول حاجه بتجيب منين؟ من العطار. اهم حاجه يبقى حاجه مضمونه، لان الحنه ساعات بيحطوا عليها من رمله، ساعات بيحطوا عليها حاجات كيماويه، فنسال العطار مضمونه، او بنجيب الورق بتاعها ونطحنه، في الورق بيتباع لوحده. فدلوقتي الحنه هي الحاجه الاساسيه. هنعجن الحنه بايه؟ ده اللي احنا هيحتاج مننا انه يتعمل. كملي كملي كملي. هنحتاج حله فيها ميه، وهنقطع البصل. يعني هبطت عليا من السماء يعني بجد، يعني كل ده وقع عليا من فوق. اتقوا ربنا شويه. يعني اول حاجه البصل. راح في داهيه، معقول اروح في داهيه وبعدين اروح في سيبنا؟ الثوم. البصل والثوم في الوصفه دي بيعملوا ايه؟ بينشطوا الدوره الدمويه لفروه الراس، وبيخلوا الدم يروح للراس، فده احنا محتاجينه علشان يدي نضاره وحيويه للشعر. فحطينا البصل والثوم. كركديه حاجه اساسيه عشان اللون، الروزماري عشان نقوي فروه الراس، وكمان حلو قوي للشعر الابيض. محتاج بس اشغل النار. انت كده ما شغلتيش هي كده شغلت النار؟ كده شغلتها. كده محمر احمر. احمر. برافو، زي بتاعي. ايه اللي بتحطيه ده؟ حبه البركه. والقرنفل. ليه قرنفل؟ علشان الريحه بيضيعها، وكمان حلوه قوي للقشره وتساقط الشعر. وورق اللورا برضو علشان الريحه. يعني الوصفه دي للصبغه ويغطي الشعر الابيض ويتقل الشعر ويطلع الشعر، الثوم يطلع الشعر من فروه الراس ويضيع القشره بالظبط، ويوازن افراز الدهون. في ناس عندها معاناه ان هم شعرهم دهني، فبيبقوا شعرهم طول الوقت لسه واخدين شعر وشعر مدهن، فدي حلوه قوي. ويسيبوه يغلي قد ايه؟ هتسيبيه اول لما ياخد غلوه. ماشي. اول غلوه هنروح مغطيين الحله ونطفي على النار، نسيبها ساعتين على ما يبرد او ساعه. اول لما يبرد بنصفيها، بيطلع لنا هذا الاختراع. ده انا عاملاه الصبح. وده انا احطه واغسله ولا اعمل ده إيه؟ بقى بعمل بيه ايه؟ هعجن بيه الحنه. يبقى الحنه دي في ناس معروف ان هي بتعجنها بالميه بس، انا بقى بعجنها بده، فانا باخد كل فوائد ده مع الحنه. يعني المعروف ان الحنه بالميه حلو وريحتها بتبقى مش حلوه. فانا دلوقتي خليتها ريحتها حلوه وخدت الفوائد بتاعت كل هذا الخليط. انت متخيله الفوائد عامله ازاي؟ وبعدين هعمل ايه بقى؟ هعجن الحنه. اعجنها. حاسه ان ده كبير شويه، ممكن نعجن هنا. يلا. اوكي. فدلوقتي هنسيبه مع نفسه لحد لما يغلي، وهنغطيه وخلاص. انا بقى عاملاه جاهز. بسم الله.
دي اروح اقول اروح للعطار اقول له عايزه حنه ايه؟ حنه اللي هي الحنه الحمراء العاديه بتاعت زمان. حلو. وهنبدا نخلط كده. لحد ما يملي عجينه متماسكه. حسيت ان الخليط طري قوي هزود حنه. حسيت انه لا لسه محتاج ان هو ازود من الخلطه. ازود من الخط. والخلطه بتاعتي دي فيديو مش عايزه اعملها حنه، فيديو عايزه بس احطها على فروه راسي. ما ده بقى اللي احنا عاملينه، اللي بتبقى يعني انا كل الخلطه دي تتعمليها كل اسبوع كل اسبوعين. حلو. على الاقل مره في الشهر. يعني لو كل اسبوع يعني ده انا اقدر استعمله على فروه راسي بس. تحفه. اللي بتبقى بقى من الخليط ده اكيد بتعملي حبه حلوين. مش كله هتخلطي بيه. ده بقى سبريه يتحط في الثلاجه يقعد معاكي اسبوع 10 ايام، في الشتاء خلاص 15 يوم. وانت رايحه جايه على الثلاجه. اكتر حاجه نفتح الثلاجه رشي على شعرك كله. شعري ولا بدور شعري؟ الاثنين. هيدي فوليوم. هاتي 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 والله مهرجه. هيدي فوليوم للشعر يجنن. عايز اقول لك مش هتحتاجي تعملي حراره في الايام اللي انت مش طالعه فيها. طيب البتاع دي نزلت عليا سبحان الله يعني من الهوا، يعني انا الباسكت اللي جاي اللي كنت لسه بنبدا بيه الفقره نزل عليا من الهوا، نزل عليا من الهوا بقى من بسمه ناتشر برودكتس. هنحط دلوقتي حالا التليفونات عشان نهدي بناتنا وحبايبنا. في ايه بقى الحاجه ايه يعني فهميني ده ايه يا امي؟ ده كعب السيليكون، حاجه كده اختراع. افتحيه كده يا رضوى. دي كلها هدايا يعني، كل واحده تدخل تاخد كل الهدايا دي. دلوقتي الرجلين طبعا بنعاني ان احنا رجلينا تشققات، بنبقى لسه عاملين رجلينا ونلاقيها جافه. حلو. بنعمل ايه؟ بنحط كريم الرجلين. شمي كده. يا لهوي يهبل ده، في ده في فيكس. كافور ونعناع. كافور ونعناع. وبعدين هو ملابسه البتاع ده. بصي على الكعب، عايزه اقول لك يا رضوى اختراع. ده بيخلي الكعب بيبرق. ديره عائشه. عائشه يا عائشه. الو يا عائشه. ايوه مدام رضوى. هتنبسطي بشكل، هتنبسطي بشكل مش عادي يا عائشه. ليس لك، بحاول اكلم حضرتك. انا اسفه والله العظيم، احنا بنفتح ثلاث خطوط. انا اسفه، حقك على راسي يا شوشو. ازيك يا شوشو، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ انا الحمد لله. شوشو احنا كسبنا اول هديه من بسمه ناتشر برودكتس. خليكي معايا، روحي ياخدوا بيتك في الكنترول. فيها الاختراع اللي هي بتظبط بيه الكعب الرجل ده، ده عاجبني برضو. ليه يا ساره؟ ركزي معايا، كعب الرجل وكريم الرجل وانا البتاع ده اخدته. الله يسامحك يا بس. ده ايه ده يا ماما؟ ده بقى ملح. يعني نعمل بيه ايه؟ ابسوم سولت، ملح للبانيو فيه مغنيسيوم. فيه مغنيسيوم. يعمل ايه بالمغنيسيوم؟ معلش بنقف كتير يا رضوى، بنشتغل كتير يا رضوى كده، فجسمنا بيبقى مشدود، عضلاته مشدوده. طب واللي ما عندوش بانيو ميه يحطه في طبق ميه الله عليك. ده بص بقى، يبان مننا باكج العروسه، يبان مننا بالزواج، انك تدلعي جوزك وكده. ايوه ملح الجواز، ملح ملح العروسه يا اختي. ده تجيبي الراجل تنقعيه، قصدي تنقعيه، هيطلع ينام، هيطلع ينام. تنقعي رجلين، تنقع الراجل ولا تنقع رجلين الراجل؟ الرجلين او البانيو. اللي ما عندوش بانيو يا تنقعي في البانيو يا تنقعي رجليه في طبق يا ماما، وتحطي عليه ملح المغنيسيوم ده قبليه، اوعي يدوب منك. ومعاه بقى زيوت عطريه، ممكن زيت لافندر، زيت نعناع، ايا كان الزيت بيدي جو حلو. يا فؤادة. ايوه ازيك يا فوفا؟ ايوه عامله ايه يا حياتي؟ بصي بحبك كتير ومنوره التلفزيون المصري والعالم كله. روح قلبي انا، عجبك باكج العروسه ده؟ اه حلو جدا. بس انا عايزه اغير اسمه، عايزه اعمل باكج اللي هتدلع نفسها. الباكج اللي هتدلع نفسها. مبروك علينا تاني هديه من الباكج، او هديه اللي هتدلع نفسها من بسمه ناتشر برودكتس. ده ايه يا ماما؟ ده سبراي بودي ميست. نشوف بعد بقى ما ايه؟ ما تنقعي رجليه. في اللوشن بتاعه الاول. الله يا لهوي على الاحساس. الله. هيا. يا هيا. ايه ده؟ ايه اللي طربني كده؟ هيا. يا هيا. ايوه معاكي. ازيك انت يا روح قلب حضرتك انت؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ ايه عايزه الهديه اللي هي بتدلع نفسها فيها دي؟ ممكن اتكلم بس بلاش حضرتك تفصلوا الخط؟ انا اسفه مش سامعه. ممكن اتكلم بس بلاش تفصلوا الخط؟ هياخدوا رقمك،
هياخدوا رقمك يا آية. طيب احنا كده طلعنا، هو انا ايه مسحت في ايه تقريبا ولا تقريبا الحنة إيه؟ جت عليكي ممكن بس بعيد عنك، بس هي بعيد، بس هي بعيد قوي، بس هي بعيد يا بسمة. لا هي بعيد صدقيني، تروح الجيم بعد ال ده بقى ده اللوشن، ده اللوشن بتاع باكج العروسة. يلا نزلي شوية عشان هو لسه جديد. يلا لسه جديد نشم. ايه يا امي انت حلف عليه ما ينزل؟ استحمينا خلاص. يا ده انت تستحمي ولا عروسه ولا عريس؟ انت تستحمي يا بنتي لنفسك، دلعي نفسك، وتقومي انت عامله الحاجات دي كلها وتفتحي التلفزيون على فيلم ابيض واسود، تولعي شمع، تسترخي وتنامي كده. اخر حاجه من باكج العروسه الشفايف. اوه عروسه دي ولا مش عروسه؟ عروسه معانا يا اختي. ده مش ده مش جامد والله. الجو كان حر. مش عرفتي نفسي طبعا؟ لا زي القمر. انت اللي قمر بس في لمعه تجنن. ها تحفه. عايز ساره ولا ايه؟ ساره ايه انت ما تطيش ليه يا ساره؟ ما تتكلمي عمر صدقيني. ها حلواني حلو حلواني ده. هاتولي بقى، هاتولي باكج العروسه. هنجيب لهم غيرهم. بيلمع اشيله؟ اشيله انا ما. طب اوكي. يلا نكمل. الملح ده عاجبني، فكره الملح عجباني. ينقف وكمان الزيوت معاه بتحفه. تخيلي الريحه عامله ازاي؟ ايه ده؟ انت اللي عامله كل الحاجات دي؟ دي كلها منتجات طبيعيه بس؟ كلها طبيعيه. انت بقالك قد ايه بتعملي كده؟ بقالي اكتر من 4 سنين. ازاي ما جيتيش معانا بقالك 4 سنين؟ برافو 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 الفريق الاعدادي. رحمه الو. ازيك يا رورو؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انت عامله ايه يا رورو؟ انا الحمد لله بحبك جدا يا حبيب قلبي. روري روري عايزه باكج العروسه ده؟ اه. هو انت عروسه؟ انا؟ اه؟ لا لسه. ان شاء الله تبقي عروسه حلوه يا رورو. مبروك علينا تالت هديه من بسمه ناتشورال برودكتس. هاخد يا جماعه معانا التليفونات ولا؟ طب ممكن اخد واحده تانيه؟ باكج عروسه يا ساره؟ واحده بس من بسمع باكج عروسه. حرام عليك، يعني احنا ندي العرسان اهي اسماء هي اخر واحده هي، وهنحول باقي السوشيال ميديا على صفحتنا هي بس اللي على الفيسبوك. يا سمسم الو ازيك يا رضوى؟ ازيك يا سمسومه حبيب قلب مامي؟ سمسومه سمسومه متزوجه ولا غير متزوجه؟ لا مش متزوجه. عروسه ولا مش عروسه؟ عروسه. هتبقي عروسه. بصي بقى جايبين لك ملح يا ماما. بعد الجواز يا حبيبتي اول ما يدخل عليكي كده ويهل بالطله بتاعته. ايوه تقومي استنى بقى اسمه ايه عريسك ان شاء الله؟ اسمه ايه عريسك؟ اسمه ايه؟ ايه مصطفى. استنى يا سي مصطفى. تقومي قاعده على الكنبه بطبق الميه ترقعي ترقعي أيوة. رجله فيها وتحطي عليها شويه الملح الهولندية دي هيدوب منك ويعمل كل اللي انت عايزاه. مبروك عليكي رابع هديه من بسمه ناتشر برودكتس يا قلبي. سمسم خليكي معايا في بيتك في الكنترول. بسمه انت نورتينا النهارده. تحفه الاختراع، تحفه الاختراع، لانه الفكره دي انك تحطي بصل على توم على روزماري على مش عارفه ايه على ايه. انا متاكده ان دي من اقوى الـ الخليط اللي ممكن يقوي الشعر ويقوي بصيلات الشعر. برافو يا بسمه، متشكره جدا على الهدايا بتاعت باكج العروسه. بس انا وانت بقى في الفصل طبعا هنغير اسمها، لانه يعني مش معقوله العروسه بس اللي تدلع نفسها. طبعا دورت الدنيا كلها. شكرا. بعد الفاصل ضيفه كلكم بتحبوها وبتستنوها، بنطلع لايف وندخل على صفحتنا هي بس اللي على الفيسبوك وبن كله. ها فاصل قصير ونرجع لكم من هي وبس.